ردود أفعال قوية ضد الخطوات الممنهجة لإرساء نظام للتمييز العنصري في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون تحرك يأتي بعد أن اعتمدت سلطة الأمر الواقع غير المعترف بها في صنعاء لائحة تنفيذية لقانون الزكاة تخصص 20% من الموارد الطبيعية ومما يكسبه الناس من البر والبحر لصالح الفئة السلالية المتحكمة بالقرار السياسي في مناطق سيطرة الحوثيين موارد هائلة أريد لها أن تتجاوز مسألة التغطية الزكوية لمن يعرفون بفقراء بني هاشم إلى تشييد دولة تقوم على التمييز السياسي واحتكار السلطة والقرار والموارد والحكم خارج إرادة الشعب الذي ستضاف إلى كاهله أثقالا جديدة تنوء بحملها الجبال. الموقف الأقوى في سياق ردود الأفعال جاء من التجمع اليمني للإصلاح أكبر أحزاب البلاد. الذي وصف في بيان الله لائحه الزكاه الحوثيه بانها وثيقه عنصريه تكرس التمييز وتفرز المواطنين وتمنح المتمردين الامتيازات على اسس عرقيه وسلاليه تحت مسمى الخمس التي ادخلتها الجماعه الانقلابيه حيز التنفيذ في مناطق سيطرتها وتكرس نفسها من خلال اللائحه امتدادا واضحا للامامه العنصريه السلاليه وفئه كهنوتيه تعتقد نفسها غريبة عن الشعب ومختلفة عنه وتقدم نفسها لقرون باعتبارها فئة وجماعة متميزة عن سائر اليمنيين. بيان الاصلاح شدد على ان النظام الجمهوري وما انتجه من انجازات تضمنها الدستور والقانون واقرار المواطنة المتساوية والتعددية هو مصير وحياة البلاد وان الهوية اليمنية هي الرابط والانتماء والتوصيف الوحيد لكل المواطنين. وأن ما تطرحه هذه العصابة المريضة من تقسيمات وممارسات وأفكار بالية تفرز الشعب إلى يمنيين وهاشميين من شأنه تدمير ما تبقى من وشائج النسيج الاجتماعي وستكون هي أول المتضررين منه وكل من يتماهى معها أو يوافقها بالصمت. وقبل يومين وجه وزير الخارجية محمد الحضرمي خطابا للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أوضح فيه أن اللائحة الحوثية تضمنت بنودا تؤكد الطابع العنصري لميليشيا الحوثي وتحمل دلالات عنصرية وتمثل جزءا من سعي الحوثيين لتمزيق النسيج الاجتماعي في اليمن من خلال فصل فئة بعينها عن المجتمع اليمني بمنحهم امتيازات تستند إلى أسس عنصرية مجرمة بموجب القوانين الوطنية لليمن والقوانين الدولية. التحرك المضاد للإجراء الحوثي التمييزي لا يكفي وحده لإنهاء مفاعيل هذا الإجراء على الأرض. بل انهاء النفوذ السياسي والعسكري لقوه باتت تتصرف ضدا على اراده اليمنيين وكرامتهم في وضح النهار